مرحبا بكم أحبائي الصغار، كيف حالكم؟ أتمنى أن يكون الجميع بألف خير. هيا نبدأ بمرحلة القراءة. أول شيء نبدأ به هو الحروف. هيا نتذكر معا الحروف. أول حرف هو حرف الميم، هو حرف الميم. ثم حرف الباء، حرف الباء. حرف الكاف، حرف الكاف. حرف التاء، حرف التاء. حرف النون، حرف النون. حرف الدال، حرف الدال. حرف اللام، حرف اللام. حرف الصاد، حرف الصاد. حرف الطاء، حرف الطاء. حرف الضاد، حرف الضاد. حرف الراء، حرف الراء. حرف الزاي، حرف الزاي. حرف الفاء، حرف الفاء. حرف الواو، حرف الواو. الآن بعد أن انهينا الحروف نمر إلى الحروف مع الحركات. الحرف الأول هو حرف الباء. باء فتحة با، باء فتحة با. باء مع ألف المد با. باء ضمة بو. باء مع واو المد بو. باء كسرة بي. باء مع ياء المد بي. باء مع فتحة بنا. باء فوق ضمتين بنا. باء تحت كسرتين بنا. نمر للحرف الثاني، هو حرف الضاد. ضاد فتحة ضا. ضاد مع ألف المد ضا. ضاد ضمة ضو. ضاد مع واو المد ضو. ضاد كسرة دي. ضاد مع ياء المد دي. ضاد مع فتحتين ضن. مع ضمتين ضن. مع كسرتين دن. نمر إلى حرف النون. نون فتحة نا. نون مع ألف المد نا. نون ضمة نو. نون مع واو المد نو. نون كسرة ني. نون مع ياء المد ني. نون مع فتحة نن. نون مع ضمتين نن. نون مع كسرتين نن. نمر إلى حرف تاء. تاء فتحة تا. تاء مع ألف المد تا. تاء ضمة تو. تاء مع واو المد تو. تاء كسرة تي. تاء مع ياء المد تي. تاء فتحتان تن. تاء ضمتين تن. تاء كسرتين تن. حرف الكاف. كاف فتحة كا. كاف مع ألف المد كا. كاف ضمة كو.
كاف مع واو المد كو، كاف كسرة كي، كاف مع ياء المد كي، كاف فتحتان كن، كاف ضمتين كن، كاف كسرتين كن. حرف الميم، ميم فتحة ما، ميم مع ألف المد ما، ميم ضمة مو، ميم مع واو المد مو، ميم كسرة مي، ميم مع ياء المد مي، ميم فتحتان من، ميم ضمتين من، ميم كسرتين ميم. حرف الراء، راء فتحة را، راء مع ألف المد را، راء ضمة رو، راء مع واو المد رو، راء كسرة ري، راء مع ياء المد ري، راء مع المد فتحتان من، راء ضمتين رن، راء كسرتين رن. فاء فتحة فا، فاء مع ألف المد فا، فاء ضمة فو، فاء مع واو المد فو، فاء كسرة في، فاء مع ياء المد في، فاء فتحتان فن، فاء ضمتين فن، فاء كسرتين فن. الآن نمر إلى الكلمات. هيا أحبائي الصغار، سنبدأ بالكلمة الأولى. با، با، بن، قراءة مقطعية. با، بن، الكلمة الثانية. ما هذا؟ إنه فا را سن، فرا سن. أحسنتم. الكلمة الثالثة، انظروا إلى الصورة، ما هذا؟ سنحاول قراءة الكلمة. بي تون، بي تون، بي تون. وما هذه؟ نعم، هيا نقرأ. تا وي لا تون، طاولة تون. ماذا؟ مس ما رن، مس ما رن، مسمار. كو را تون، كرة تون. جيد، أحسنتم أحبائي الصغار. وما هذه؟ انظروا إليها، تعالوا لنقرأ كلمتها. زا را فا تون، زا را فا تون، زا را فا تون.
الآن نمر إلى الجمل. هيا إذا نقرأ هذه الجملة، فهي تتكون من ثلاث كلمات: رسم. رسم الولد وردة. وردة. رسم الولد وردة. الجملة الثانية: نعامة. قوية. نعامة قوية. إلى اللقاء أحبائي الصغار، أحسنتم جميعا القراءة. أتمنى أن تقرأوا دائماً.